مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وزمن الرياضه في هذا الاسبوع بتحتوي على العديد من المواضيع المحليه والعالميه. والمحليه اكيد يمكن في مقدمتها وحنتكلم عنه بصوره من التفصيل، منتخبنا الوطني اللي حيواجه ساو تومي الاربعاء المقبل، وايضا انضمام بعض المحترفين السودانيين باوروبا لاول مره لمنتخبنا الوطني. والجزء الكبير من هذه الحلقة حنخصصه لما يحدث في العالم من منافسات ومن كؤوس ومن شامبيونز ليج. بداية في هذا المساء معنا الزميل سالم سعيد، حيكون معنا محلي وعالمي. سالم مساء الخير. مساء الخير معتصم، مساء الخير السادة المشاهدين. حنبدأ في هذه المرة بمحلي، حتكون معنا محلي إن شاء الله، يعني حنشتغل محلي و بعدين نمشي نشوف العالم الحاصل فيه شنو. تمام. سالم، في البداية يعني أنا تكلمت عن المواجهات اللي منتخبنا الوطني كانت مع ساو تومي ثم جنوب أفريقيا وهكذا، لكن في البداية ده نبدأ بانضمام اثنين من المحترفين السودانيين في أوروبا، هولندا ورومانيا، أحمد يونس وياسين. في البداية تكلم لي عن كونه نحن نستعين بلاعبين سودانيين هم لعبوا في أوروبا، نشأوا، ترعرعوا، تكلم لي عنه ثم نيجي نتكلم عن الاستقبال وما حدث. نعم. طيب، هي الفكرة أصلا بدت قبل نحو أكثر من عام. نعم. كان كونت لجنة برئاسة وزير الشباب والرياضة حينها. نعم. تقريبا دكتور عبد الكريم موسى، وعضوية العديد من الأشخاص منهم رئيس جهاز شؤون المغتربين العاملين بالخارج كرار التهامي وشخص رياضي معروف، وعدد من السفراء في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في اتحاد السودان لكرة القدم على رأسهم سعادة اللواء عامر عبد الرحمن عثمان، هو نائب رئيس الاتحاد السودان والنائب الأول، وعدد من الإعلاميين، وكنت واحد من الإعلاميين الذين تم اختيارهم في هذه اللجنة. وتم الاجتماع على أساس يقوموا بدراسة تجربة الاستعانة بالسودانيين الموجودين في أوروبا وحصرهم. لكن للأسف اللجنة لم تكمل أعمالها، نسبة لأن الوزير نفسه تم تغييره بوزير آخر وتم تغييره بوزير ثالث. وكان في جهود حقيقة مقدرة لبعض الأشخاص في نادي المغتربين، منهم الأخ لؤي الحلاوي اللي هو أنا أعتقد صاحب جهود كبيرة جدا مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، مع لجنة انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعلى رأسهم أيضا الاتحاد السوداني لكرة القدم، مجلس إدارة الاتحاد الذي آمن بالفكرة. يعني دي برضو نقطة مهمة. كانت الفكرة رصد ومتابعة كل السودانيين الموجودين في الخارج اللي هم أصبح عددهم كبير، والحقيقة بروز اسم زي محمد عيسى يمكن واحد من الأسباب أنا أعتقد أنه جعلت الناس أنظارهم تتلفت إلى مسألة وجود لاعبين سودانيين بالخارج. أيضا اللاعب السوداني الضي الموجود في الدوري السعودي المتألق بشكل جيد أيضا لفت الأنظار بشكل مميز، جعل الكثيرين ينتبهون إلى المسألة دي. وهي كانت مسألة فيها محاكاة لتجربة جزائرية، يمكن تجربة جزائرية بس بشكل أعمق وأكبر، وهي التجربة التي قادها الاتحاد الجزائري برئاسة محمد روراوة عندما تم الاستعانة بالجزائريين الموجودون المولودون في أوروبا، وتم الذهاب إليهم ومنحهم الجنسية الجزائرية. بعضهم ما كان عندهم الجنسية الجزائرية، تم منحهم قطع أرض في الجزائر، طلب منهم ما تجوا للجزائر، نحن المعسكر هنعمله في أوروبا لأن هم العدد الكبير هناك. طبعا التجربة السودانية إغراء كله إغراء، التجربة السودانية مختلفة، العدد قليل، يعني أنت لحد الآن جوك اثنين في أول تجربة. ننظر إلى التجربة، أكيد الفكره في حد ذاتها جميله بغض النظر هل اللاعبين دول حينجحوا في المباراه القادمه ولا ما حينجحوا. الفكره نجحت، يعني دي النقطه الاولى. وكون انه اللجنه نجحت في طرق الامر ده، انا اعتقد ده امر ايجابي انه يجينا لاعبين محترفين. صحيح ما في انديه اوروبيه كبيره، لكن بدايه. بدايه لا باس لها، وبدايه مشجعه. اعتقد جيت لاعبين امر جيد، يعني لو كان جو كوتار كان حتكون اعتقد مشكله كبيره. لماذا؟ التأقلم ولا؟ اول اللعيبه ديل هم السودانيين على الورق فقط، يعني هم لا يعرفوا الاجواء السودانيه، لا يعرفوا الجمهور السوداني، لا يعرفوا الملاعب السودانيه. دي نقطه مهمه جدا، ولا يعرفوا الكره السودانيه. هم بيمارسوا كره هناك، كره اخرى، ما كره حقتنا، كره مدروسه. كره مدروسه. نعم. اقحامهم في التشكيله بشكل مباشر، انت عندك مدرب له تقريبا سنتين لوزوكيتش وبيعمل على تشكيلة شبه متناغمة، فبالتالي حيقحمهم في تشكيلة وهو ما بيلعب في أيام الفيفا. يعني أكيد المنتخب الجزائري وقت عمل التجربة ذهبوا هناك إلى الجزائر وكان في معسكر وكان في مباراة ودية وتم إقحام اللاعبين دي، نفس اللعيبة جو هزموا المنتخب المصري في الخرطوم وتأهلوا إلى نهاية كأس العالم 2010 قبل 10 سنوات في 2009. زي جينا عينا للتجربة، نحن ما عندنا مباراة ودية، ما في أيام فيفا، اللاعبين دي لعبوا مباراة بالأمس، مباراة ودية مع الجيش ما كافيه، ما حكم.
ما في كوره بديه طوال حيلعبوا مباراه ساوتومي، وبالتالي لو جو كان 6 أو 7 لعيبه كان حيكون في تغيير في هيكل المنتخب الوطني، وبالتالي ده امر فنيا كان حيكون مضر. وجود لاعبين فقط احمد يونس وياسين حامد بدايه جيده، اقحاما في التشكيله بيكون بشكل تدريجي، ممكن واحد يكون اساسي الثاني يشارك الشوط الثاني. نجاحهم ان شاء الله يعني سيكون نجاح للفكره ونجاح للتجربه بشكل كبير. وان كان قلت لك انا الفكره نجحت بان هم يجوا، نعم، اقناعا بانهم يجوا، ده نجاح للفكره. فبالتالي ممكن بعد ده تتوسع قاعده المشاركه بالنسبه للاعبين السودانيين الموجودين في الخارج. المسألة انه اللاعب نفسه هو يكون يعني في اكاديمية او في نادي ما كبير درجة تانية ويتم استدعائه في اي انترناشونال ماتش مباراة دولية، دي بترفع من اسهم هذا اللاعب في النادي اللي هو بيلعب فيه وفي البلد اللي هو بيلعب فيه. يعني شفنا نادي سيمبا التنزاني في موقعه على او في احد صفحات التواصل الاجتماعي قررت بانه لاعبه شرف شيبوب تم استدعائه للمنتخب السوداني، وبالتالي دي رفع قيمه، معناه انا سيمبا سجلت لي لاعب دولي. طبعا شرف شيبوب ما ينطبق عليه الحال بتاع احمد يونس، هو لاعب اساسا ولاعب في السودان هو اصلا من السودان، هو سافر للاحتراف وتجربه مختلفه. نعم. ديلاك تجربه مختلفه. نعم. في وجه اختلاف في حاجه ثانيه، في السابق كانوا الهلال والمريخ هم اللي بيجيبوا اللعيبه السودانيين الموجودين خارج الحدود. نعم. والسودانيين يعني ما سودانيين مورد، ما مولودين في السودان. المريخ كان جاب لاعب اسمه ياسين مشاو من بلغاريا. نعم. جاب انور السد من قطر. نعم. في عدد من اللعيبه، الهلال برضه جاب عدد من اللعيبه. اخر لاعب جابه المريخ كان وليد بدر الدين من نادي الإمارات. من الامارات. نعم. بترشيح من رابطه السودان في الامارات، لم يوفق اللاعب في السودان. نعم. الان اللاعب الاسبوع قبل الماضي تم اختياره ضمن افضل تشكيله في الدوري الاماراتي. نعم. للجوله لاحد الجولات، وهي تشكيله تختارها الغنى الراعي ابو ظبي. نعم. الرياضي. بالتالي نعم. اللاعب لم ينجح عندك ومشى وفي نادي العين وتم اعارته لاتحاد كلبه واساسي في اتحاد كلبه. نعم. الدوري الاماراتي اعلى من الدوري السوداني حاليا. نعم. بالتالي التجربه يعني بنسبه كبيره لم تنجح في الانديه السودانيه، الخارج لم ينجحوا في الانديه. اختلفت الان، اصبحت الان للمنتخب. نعم. في لعيبه نجحوا يعني. نعم. يمكن بعض اللاعبين من الخارج نجحوا، حققوا نجاح مقدر، لكن الاكثريه لم ينجحوا. الان التجربه للمنتخب، نتمنى الا تكون كسابقاتها مثل تجربه الهلال والمريخ. نتمنى انها ما تقيف يعني هناك احتمال فشل احتمال نجاح، فهي ما حكم على تجربه كامله. صحيح. وافتكر انه انت زي ما تكلمت قبل شويه التجربه يعني ما اكتملت بالصوره اللي انتم كنتوا بتاسسوا ليها وتعملوا عشانها، يعني تغيير وزراء الشباب واكيد الاتحاد عندها تاثير كبير، عندها تاثير كبير. نعم. اتمنى انه وزير الشباب الجديد يهتم بهذا الموضوع، لانه اكيد هم قايمين مؤسسين. تفتكر يا سالم الارضيه استاداتنا ملاعبنا قد تقلل من امكانيات اللاعبين اللي وصلوا ياسين واحمد؟ طبعا كل شيء من اهمها الارضيه، لكن كل شيء الاجواء الجو السودان ككل، هم لعيبه جايين يتعرفوا على بلدهم. نعم. على بلدهم، هم بيحملوا المستند الرسمي. نعم. بتاعه، لكن. نعم. هم ما مولودين فيها ولا ينتموا اليها، يعني مثلا لا ينتموا لها، ما يعرفوها يعني. نعم. ولا يعرفوا من اي منطقه لهم. حتى المؤتمرات الصحفيه في المطار كانت باللغه الانجليزيه. نعم. مثل ما عندما كنا نحاور لعيبه الجزائر هنا، هم ما كانوا بيعرفوا عربي، تكلموا فرنسي، فالامر كان غريب. لاعب منتخب عربي لا يجيد اللغه العربيه، الان الامر حصل لنا نحن هنا في السودان. لعيبتنا بيتكلموا لغه انجليزيه. نعم. فبالتالي ده امر غريب. هم محتاجين اول لاعاده استكشاف للسودان كوطن. نعم. في المقام الاول اعتقد في المساله دي فيها شغل فني وفيها شغل نفسي مهم جدا، احساسك بالبلد، وده دور الاتحاد السوداني لكره القدم، ودور الجهاز الفني، ودور الجهاز الاداري الموجود في 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 الاتحاد في المنتخب، ودور اللاعبين. يمكن ما اسعدتني بالامس صوره لبعض اللعيبه لعيبه المنتخب الوطني من اللعيبه المحليين متصورين مع اللعيبه الاجانب ومنزلنا في مواقع التواصل، يعني في اندماج لعيبه السودانيين. نعم. السودانيين. نعم. ففي نوع من الاندماج. كابتن المنتخب ولعيبه المنتخب القدامى خصوصا عليهم عاتق مهم جدا بانه يحاول يدمج اللعيبه دي سالم طبعا في اجواء المعسكر. نعم. في اجواء المعسكر ليشعر اللاعب ببلده. نعم. لانه سالم اذا كان مع نادي انت بتلعب في نادي كمحترف، يعني حتى لو اشركك النادي انت كمحترف وبتتغاضى قروش ومبلغ، لكن الان انت بتلعب باسم بلدك وانت ما مولود فيه، يبقى هنا الناحيه النفسيه احساسك بالبلد، لانه عدم وجودك في البلد برضه قد يكون عنده ما بديك نفس الاحساس الشخص الكامل. صحيح. ولكن حقيقه الشخص الموجود يمكن ذاته قد يكون بالدارجه زهجا من البلد ذاته، يعني في لحظه من اللحظات اللاعبين ذاتهم المنتخب بتكون انت بالبلد، بنقول نحن الواحد
يعني في فترات سابقه يطلع من البلد. فانت بيجيك لاعب مؤسس تربيه سليمه، غذاء سليم، احساس سليم، فبالتالي انا بفتكر انه يعني اذا نجحوا في هذه المباراه او فشلوا ده ما بيعني فشل التجربه. لا ما بيعني فشل التجربه، لكن في امور اخرى يجب ان تنجح فيها الاجهزه الفنيه والاداريه واللاعبين ايضا في كيفيه ادماج احمد يونس وياسين حامد في اجواء السودان. نعم. في اجواء الكره السودانيه وفي اجواء المعسكر بتاع المنتخب الوطني ثم بعد ذاك الى اجواء الملعب نفسه واجواء المباراه بشكل تدريجي وبشكل متسلسل حتى يتمكن اللاعبين من المعايشه، معايشه الاجواء دي بشكل جيد، ويتمكنوا من تقديم مردود. لانه لو قدموا اداء جيد اللاعبين، يعني قدموا اداء جيد في المباراه وساون تومي، هم حيجوا ثاني. نعم حيفرحوا بالتجربة. صحيح منتخب ساو تومي ما كبير، لكن حيفرحوا بهذه المشاركة وحيجوا تاني، لأنه مشاركتها حترفع من أسهمهم لدى أنديتهم اللي بيلعبوا فيها هناك، وحتشجع لاعبين آخرين يجوا. نعم ده كلام سليم سالم، وحقيقة نحن بنشكرهم، يعني هو ده بلدهم، لكن في كثيرين جدا يعني حتى في الأخوان العرب والأفارقة ما بيلعبوا لمنتخبات بلادهم على أساس إنه هم ياخذوا هم جنسيتهم غير عربية وغير أفريقية وبيلعبوا، لأنه أنت الآن إذا لعبت باسم بلدك ما حتقدر تاني ما تلعب باسم، منير الحدادي لعب 10 دقائق نعم فقط اعتمدت للمنتخب الأسباني بعد ذاك. نعم. قدر ما قدموا طلبات للفيفا للمشاركة مع منتخب المغرب في نهاية كأس العالم. نعم رفضوا. نعم. فبالتالي هم الآن برضو أنا أفتكر أنه يعني هم تضحية أيضا، هم للبلد وبيحبوا البلد وأنهم حيلعبوا باسم البلد. بتفتكر الاستقبال ده حيكون عنده شيء إيجابي، استقبال كبير ولا؟ هو طبعا الاستقبال في حد ذاته أمر جيد، لكن لا. يعني أنا ما كنت أتمنى الناحية الجماهيرية الكبيرة في الاستقبال. لا. يعني لأن هم حتى الآن صحيح هم جو وارتضوا أنه يرتدوا شعار المنتخب الوطني، لكن أيضا مسألة الاستقبال الجماهيري يعني برضو كان من المفترض أن تكون استقبال رسمي فقط. أنا في تقديري الخاص استقبال رسمي من المسؤولين في الاتحاد السوداني لكرة القدم ومن اللجنة كان حقه رصد اللاعبين واعلامين. نعم. ممكن كان يكون الامر افضل كافي، لانه يعني الاستقبال والجماهير، لانهم هم بيلعبوا في انديه هناك هم ليست بالنجوم صف اول. نعم. يعني ما تعودوا على الكاميرات. نعم. وعلى الجمهور بالشيء الشافوه في استاد الخرطوم. نعم. فنقل الامر بشكل تدريجي من استقبال رسمي. طبعا مساله استقبال رسمي ده امر لابد يجي سلطان برقو يكون في استقبالهم كرئيس لجنة المنتخبات معه إعلاميين وإداريين، أعتقد ممكن كان يكون الأمر كافي أفضل. نعم طيب يا سالم، يعني يمكن نحن في تجربة المصريين برضو عملوا تجربة، برضو كان عندهم لاعبين غير معروفين في 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 برضو في بطولات أقل وزي وردة، كثير من اللاعبين وحققوا نجاحات، نتمنى إنه لاعبين السودانيين حققوا نجاح وهذه التجربة تتواصل وإنه نقدر نستفيد من أولادنا خارج السودان. طيب كلمنا شوية سالم عن ساو تومي بالأربعاء، وساو تومي ما من الأقطار ومن المنتخبات اللي عندها خبرات وتجارب كبيرة يعني. طيب وطبعا منتخب ساو تومي هو تأهل من التصفيات التمهيدية. نعم. التصفيات تم استثناء منها 40 منتخب اللي هم من الأول إلى 40 في تصنيف الفيفا، نحن منهم، والمنتخبات ال 14 المتبقية لعبت التصفيات التمهيدية بنظام الذهاب والإياب وتأهل منها، أو المنتخبات 35 عفوا والمتبقية لعبت بنظام الذهاب والإياب وتأهلت منها عدد من المنتخبات منها منتخب ساو تومي. كان منتخب ساو تومي ومدغشقر وموريشيوس في مواجهة بيناتهم، تمكن منتخب ساو تومي من الفوز ذهابا وإيابا 2-1 وتقريبا 2-0 وتأهل لمواجهة منتخبنا اللي وضع في التصنيف الثالث في المجموعة إلى جانب قانا في التصنيف الأول ثم جنوب إفريقيا ثم المنتخب الوطني ومنتخب ساو تومي اللي جاء في التصنيف الرابع اللي تأهلوا من التصفيات التمهيدية على حساب منتخب موريشيوس. زعلنا المنتخب ساو تومي، نجد انه هذا المنتخب في تصفيات كاس العالم، التصفيات التمهيدية لكاس العالم اللي تمكن منتخبنا فيها من تأهل على حساب منتخب تشاد، ودي اقرب مباراة خاضها منتخب ساو تومي عشان ما ناخذها ايضا كمقياس، خسر ذهابا ونيابا امام قينيا بيساو. ولو رجعنا العشر مباريات لورا لمنتخب ساو تومي لم يحقق ولا انتصار ما عدا الانتصارين الاخيرين. نعم. فقط على منتخب موريشيوس اللي هم دي اخر مباراتين، وبعد 10 مباريات بدون اي انتصار في تصفيات الشان في تصفيات الكان وخلافه دائما لا يحقق النتائج وتصنيفه متواضع في تصنيف الفيفا. نعم. كل هذه الامور لا تعني سهوله المباراه لاسباب كثيره، منها انه المنتخب الوطني لابد ان يكسب هذه المباراه. يعني دي اسهل دي اول مباراه واسهل مباراه وعلى ملعبك. نعم. امام الخصم الاضعف وعلى ملعبك، يعني انت الثلاثه نقاط من المفترض ان ضمان ان تحقق مكاسب اكثر من الثلاثه نقاط منها. نعم.
اندماج احمد يونس وياسين حامد، منها الوصول الى تشكيله جيده، منها ظهور ملامح منتخب، يعني اشياء كثيره نفسية يجب ان تحقق عبر هذه المباراه اكثر من الثلاثه نقاط. نعم، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه انه المدرب زيدرافكو، هذا المدرب منذ مجيئه للمنتخب الوطني وقبل مجيئه أيضا المنتخب الوطني متراجع في كل نتائج المحققة داخل الأرض. وهذا المدرب الكرواتي في 4 مباراة خاضها هنا في السودان لم يحقق الانتصار في أي مباراة نهائيا منذ مجيئه. يعني المدرب ده أصلا ما هو غاد المنتخب في تصفيات الشام في 2018، والمنتخب تأهلوا مازدا وجا مسك المنتخب قبل شهر من النهائيات في المغرب. نعم، في المغرب. نعم، وتولى المهمة في المغرب. نعم، إذا جينا لقينا المنتخب هذا المدرب خسر أمام السنغال في استاد الخرطوم 1-0. معليش، السنغال جاد بكل نجوم الكبار وخسروا. ساد يوماني لم يشارك لكن نجوم آخرين مميزين شاركوا. خسر أمام غينيا 4-1. صحيح المباراة ما كان فيه اهتمام رسمي، كان الوقت ذاك الأوضاع السياسية في والمظاهرات وخلاف، والمنتخب أصلا خارج القواعد، فخسر 4-1. المنتخب تعادل أمام تشاد. نعم، هنا في أم درمان رغم انتصار 3-1. المنتخب خسر أمام تنزانيا رغم فوزه على تنزانيا 1-0، أتى وخسر هنا 2-1. نعم، فبالتالي 4 مباراة خاضها هذا المدرب لم يحقق الانتصار. إضافة إلى التراجع في مستوى الأداء في المباراة. يعني أمام تشاد المنتخب لم يكن جيد. نعم، تأهلنا لأنه فزنا في جمينا 3-1. أمام تنزانيا المستوى كان متواضع خصوصا في الشوط الثاني، والمنتخب تقدم بهدف أمير كمال ثم تراجع. دي مخاوف حقيقية من الوضع الحاصل، إضافة إلى الغائمة التي اختارها هذا المدرب انتقدت من قبل كل الفنين. يعني كل الخبراء والفنين الموجودين في السودان انتقدوا هذه القائمة، وإنه القائمة ما مبنية على اللعيبة اللي بيشاركوا. يعني في بعض الأسماء لا تشارك مع أنديتها، انت جيت اخترتها بعيدين من الاجواء حقت اللعب، وبالمقابل الاسماء التي تشارك انت ما لعبتها. طبعا برضو في نقطه عشان ما اظلم هذا المدرب، في بعض المدارس او بعض المدربين مدارسا في كره القدم تعتمد على اللاعب الخبره بغض النظر عن مشاركته مع ناديه، مشاركته غلت ما غلت هو بيتم استدعائه. نعم، فبالتالي دي فلسفه. لكن اعتقد برضو هنا اللاعب في السودان اللي ما بيلعب او بيكون احتياطي بيكون في تدني واضح في لياقته البدنيه، في مستوى ما بحافظ على لياقته. نعم، ما بحافظ على مستواه لانه هو بيكون قاعد في كنبه الاحتياط. نعم، فدي نقطه مهمه. التشكيله، المدرب ايضا ما عنده ملامح تشكيله ثابته لعوامل كثيره، منها الاصابات، منها عدم مستوى اللعب السوداني. اللعب السوداني يكون كويس معك في مارس، تيجي تختار المنتخب في شهر 9 تلقاه بقى احتياطي في ناديه ومتراجع. دي نقطة مهمة جدا. فهو ما قادر يصل الى تشكيله وتوليفه جيده. انخفاض مستوى بعض النجوم، يعني ممكن كان واحد من الأسباب اللي خذلت المنتخب في مباراة تنزانيا مثلا، وبالتالي أدت إلى الخروج. يعني عوامل كثيرة بتخوفنا من كرة ساوتومي، رغم الفارق ما بين منتخبنا في الأداء ومنتخب ساوتومي، رغم أفضليتنا بالأرض والجمهور، لكن المباراة تبقى سهلة لكن مهمة جدا. يعني مباراة مهمة جدا للمنتخب الوطني. سالم، هل الهزيمة من تنزانيا يمكن تلعب دور في إحباط اللاعبين؟ طبعا بكل تأكيد. يعني المنتخب كل الجماهير كانت تتوقع المنتخب خلاص تأهل، وصل إلى نهايات الشان للنسخة الثانية على التوالي بعد التأهل إلى المغرب، لأنه من المفترض أن يكون تواجدنا في نهايات الشان تواجد طبيعي، لأنه نحن لعيبتنا ما عندنا لعيبة محترفين، يعني لعيبتنا كلهم لعيبة محليين. يعني من اللعيبة المرقوا من السودان محترفين بكر المدينة الآن مثلا، شرف شيبوب، ده اللعيبة اللي ما تنطبق عليهم منافسة الشان. فبالتالي انت من المفترض ان تكون مميز جدا، ممكن تكون الاول. من المفترض. نعم. 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 طيب سالم، يعني الحديث اللي بيتحدثوا عن لجنة المنتخبات والمدرب في اراء بتنتقد كثير جدا، طيب رؤيتك شنو انه الناس بتتكلم عنهم يعني بصورة دائمة عن لجنة المنتخبات وعن المدرب وانتقادات كثيرة جدا؟ شوف، لجنة المنتخبات هي اجتهدت في بعض يعني بعض الأشياء اجتهدت فيها وعملت أشياء إيجابية. نعم، هنا في أمور شفافة، اختيار قائمة المنتخب، منتخب ما فيه مشاكل في مسألة الصرف، يعني بيخش معسكر بتدريبات، مسألة الترحيل، الحوافز، يعني في بعض الاستقرار المالي والإداري في المنتخب. لكن لجنة المنتخبات حتى الآن فشلت منذ مجيئها في خوض مباراة ودية واحدة للمنتخب. ولا واحد تفتكر السبب شنو؟ مدام
هي يعني طبعا المباراة دي مكلفة جدا، ما هو هو القدرات المالية يعني يعني قادرة تسير نشاط المنتخب، بدخولهم معسكر، بدخولهم فندق، بيقوموا على أمرهم، بيغيفوا على أمرهم بشكل جيد، كل الأمور دي جيدة. لكن ولا مباراة واحدة حتى الآن المنتخب خاضها في أيام الفيفا، وهي كثير يعني لو جينا مسكنا مارس 2008 وده 2018، وده كان مهم جدا لأن المنتخب كان راجع من نهايات الشام، وطالبنا كإعلامين بأنه تكون في مباراة ودية للمنتخب لأنه عشان أنت عشان المدرب يقدر يحافظ على على منتخبه، بدليل أن المنتخب ما محافظ على سيفتيري ما في ولا دين، المهاجمين اللي أنت لعبت بهم نهايات الشام ما موجودين هسه، نعم موجودين عندك، نعم. ولم ولم تكن هناك مباراة ودية في شهر 6 قبل كأس العالم، ولا شهر 9 ولا على العام 2019، لا شهر 3 ولا شهر 6 ولا شهر 9. وبالتالي دي ستة فترات حقت ايام الفيفا لم يخوض فيها المنتخب الوطني اي مباراة. طيب اخ سالم، في كلام عن المنتخبات انه ما فيها فنيين يعني او الفنيين قلال، بتفتكر انه ضروري جدا المنتخبات يكونوا فيها من لهم علاقه بالامور الفنيه؟ طبعا هو من الافضل بكل تاكيد انه اللجنه يكون ما تكون كلها اداريه، يكون فيها جانب فني، لكن هي ما شرط اساس. نعم. يعني لجان المنتخبات الموجوده في الخارج ما شرط انه يكون فيها مدربين. طالما في مدرب او في مدير جهاز فني للمنتخب الوطني هو اللي بخط الخارطه حقت اعداده. لكن واضح انه المنتخب المدرب قد يكون هو بيطالب بمباريات ويجيبوه بالاعتذار. نعم. ما كمان في بعض المدربين الاوروبيين متفهمين للطبيعه الافريقيه يعني. يعني ما كل شروطك حتلبى لانه في امكانيات ماليه وخلافهم بتفرق من دوله لدوله اخرى. نعم. ممكن المدرب يكون طالب بعدد من المباريات وتم الرفض، لكن بعض المدربين اذا تم رفض الخارطه الاعداديه حقتهم بيذهبوا بيستغلوا بيعتبروا انه هو ما حيقدر ينفذ الشيل في راسه يعني من خلال خطته او خطته. نعم. لكن بعض المدربين كمان حسب فهمهم يقول لك لا، يقول لك انا بعمل في دوله افريقيه ودي امكانيات سائر الموضوع نعم. طيب نحن نمشي نشوف حنلعب مع جنوب افريقيا، اكيد جنوب افريقيا يعني طيب شوف، هو نحن عندنا كورتين مع ساوتومي اللي هو يوم ال 13 ثم مع منتخب جنوب افريقيا. نعم. المطلوب شنو من المباراتين دي؟ المطلوب 3 نقاط. نعم. ما اكثر، ما انت ما مطلوب تمشي جنوب افريقيا عشان ما تهزم جنوب افريقيا في جوهانسبرج هناك. نعم. تمام. من المطلوب انك تنجح التجربه حقت لعيبتك السودانيه المهجر، استخدمتهم واحاول اجيب لاعب ثاني لو قدرت في مباراه جنوب افريقيا، اثبت التشكيله بشكل جيد، المعايير الفنيه حقتي تكون بشكل جيد، اشيل 3 نقاط من ساوتومي، انتهي من المرحله الاولى من تصفيات امم افريقيا وانا في حوزه ثلاثة نقاط ونجاح تجربه المحترفين والوصول الى تشكيله جيده. افكر بعد ده ثاني في بعد ده لحد ما يجي شهر 9 الجاي اللي هو حتكون فيه مباراتين، وشهر 11 مباراتين. بعد ذاك انا بكون دخلتها بمعطيات مختلفه، انا عندي 3 نقاط وعندي تجربه ناجحه، قد اجني ثمار اعداد ما بطال، عندي اعداد قد اجني ثمار هذه التجربه الناجحه اذا ما توفرت مباراه في ايام الفيفا في شهر 9 الغادر. ده كلام جميل. طيب نحن نمشي نشوف الدوري الممتاز، فكره الدوري فكره ورشه الدوري الممتاز. في اخبار بتتحدث عن ورشه لمناقشه منافسه الدوري الممتاز والدوري الوسيط، يعني دايرك تتعلق لي على النقطه دي. طيب هو الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين كان يتلعب بنظام المجموعتين. هو نظام يعني كان موافق عليه من قبل اشخاص كثيرين لاوضاع كثيره كانت حاصله في البلد، منها مساله الروزنامه، اوضاع رياضيه ليست اوضاع سياسيه، منها الروزنامه على اعتبار انه الاتحاد السوداني كان داري غير الروزنامه حقته من السنويه الى الروزنامه الموسميه. نعم. اللي هو يبدا في اغسطس وينتهي في مايو، فلذلك الاتحاد السوداني لجا الى فكره نظام المجموعتين تواليا عشان ما يقدر يكون الموسم قصير ليقدر يدخل في الروزنامة الحديث. عمل نظام المجموعتين لكن عمله بشكل طويل جدا، يعني من كل مجموعة يتأهل 4 ويصلوا 8 إلى دوري النخبة، يعني كان طويل جدا. طويل. التجربة لعبت في مصر وفي تونس في عهد الثورتين في مصر وتونس، لكن بنظام مختصر أقل، يمكن في مصر ناديين ناديين، في تونس 3-3 والهبوط مباشر من المجموعة، يعني ما ما ما, ما الخمسة المتزيلين في كل مجموعة يلعبوا دوري التحدي كما طويل جدا اعتقد كان من برضه من الافضل انه الوضع الان الحاصل في الدوري السوداني الممتاز، الأندية بتعاني من تعسر مالي قريب جدا. صح. الاتحاد متكفل حسب ما نسمع بمسألة الترحيل
لكن ما واضح انه هي بالشكل الكلي. نعم. الانديه نادي الخرطوم الوطني اشتكى مدربه السابق خالد هيدان هنا عبر الشروق بانهم سافروا يعني بالبص الى كادوغلي، مساله مرهقه جدا. مرهقه نعم. المريخ انتقلوا لعبته من نياله الى الفاشر بطائره عسكريه. نعم. لانه المجلس ما يقدر يوفر لهم طائره. نعم. والباص مرهق جدا. نعم. ففي مساله صعبه، ليه ما نحن نلجا الى دوري المقاطعات زي الولايات المتحده الامريكيه؟ الولايات المتحده الامريكيه القسم الغربي والقسم الاوسط والقسم الاوسط والقسم الشرقي. نعم. صحيح من الناحيه الفنيه اقل لكن ده موجود في الولايات المتحده الامريكيه وموجود في البرازيل. نعم. لفتره طويله، على اعتباره في اعباء والانديه بتعاني من المشكله دي، واي اداري يتم استضافته حيتكلم بالواضح في الامر مساله الاعباء الماليه. طبعا وجود الدوري الممتاز بالشكل الحالي هو ده الشكل المطلوب او ده الشكل النموذجي الامثل لكن. نعم. ان ينجح بعد لانه السودان بلد متسع ومترامي فتبقى المساله صعبه. نعم. يعني انت وقت قلدت الدوري الممتاز قلدت دوريات زي مصر وتونس، ديك الرقعه الجغرافيه حقت الانديه قريبه جدا. نعم. وبالتالي انت هنا بعدين سوق المواصلات سهل، سوق المواصلات اسهل بكثير. نعم. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه في مساله الدوري الوسيط وهي التجربه اللي كان عملها الاتحاد السوداني لكره القدم. يمكن هو يعني اعتقد تجربه معقده، وفي ورشه حتقام يوم الثلاثاء لتقييم هذه التجربه، اعتقد تجربه معقده. سبع انديه 14 نادي يتاهل من الاول الى الخامس، يعني فضل السادس والسابع فقط فريقين. 10 انديه ينضم اليهم 5 انديه من الدوري التاهيلي، من الانديه اللي جايه من الدوري التاهيلي من الولايات اللي هي ابطال الدوريات المحليه. يصبحوا 15 نادي، بالتالي 15 نادي قسموا الى 3 مجموعات 5 5 5، يتاهل الاول والثاني من كل مجموعه. الاول وافضل 2 ثواني يبقوا 5. يصلوا المرحله الاخيره، المرحله الاخيره الاول والثاني يصلوا للدوري الممتاز طويلة. والثالث والرابع يلعبوا السنتر ليج. نعم. انا اعتقد المساله طويله ومرهقه. اذا احنا كنا بنتحدث عن انديه الدوري الممتاز اللي هي فيها جانب الرعايه والاهتمام المالي ضعيفة من ولايه الولايات او من الجهات راعيه اكبر، هي بتعاني بشكل كبير. كيف بانديه؟ كيف بانديه؟ انا اعتقد برضه دي مساله صعبه. برضه مساله التقسيم الجغرافي ممكن يكون حل الى حين المساله الاقتصاديه يعني تتحسن والى حين ينجح الاتحاد وتنجح الانديه في الارتقاء بالرياضه من الناحيه الماليه، يعني. نعم. من ناحيه الاعلانات ومن ناحيه التسويق وخلاف. نعم. لانه في بلدان اوضاع الاقتصاديه ما جيده، لكن الاعلان الرياضي بتاعها جيد. جيد. احنا لا الاقتصاد جيد ولا الاعلان الرياضي جيد. الاثنين ما جيدين. دي مشكله حقيقه. يعني يمكن حتى غير الاقتصاد، البنيه التحتيه ايضا متاثره، يعني عشان انت تمشي يعني مثلا حتى لو ماشي الابيض يعني مشكله، يعني طريق بارة هو الان في طريق يعني. نعم. هو في السابق قبل الدوري الممتاز اصلا كفكره هو تنفذ سنه 96. نعم. لكن قبل سنه 96 كان في اكثر من مره طرح فوجدوا ما في اليه لتنفيذه، يعني صعب. يعني لم تكن خطوط الطيران موجوده مع عدد من المدن، يعني مدن خصوصا ولايات غرب السودان لم تكن طرق الاسفلت موجوده بالشكل الكافي. عندما توفرت الى حد ما تم ابتداء بطوله الدوري الممتاز سنه 96، بدات الدوري الممتاز سنه 96 لكن واجهت العديد من الصعوبات. واللاعبين يعانوا الارهاق، والانديه تشكو بشكل كبير جدا من مساله الارهاق. مشاركه المدربين وتقييمهم هم دائما يشكو من تهميش الاتحاد لهم. في التجربه مهمه جدا. شوف انت اذا كان انت كل ساعه طيران نعم تفترض راحه 24 ساعه للاعب الكره، لانه لاعب الكره ما شخص عادي ما ماشي يتفسح. نعم نعم. ده طيران. نعم. انت بتتكلم على باص، مشكله حقيقيه. يعني اللاعب اللي بيسافر بالباص لحد من مدينه في الشرق الى مدينه في الغرب ياخذ 12 ولا 14 ساعه، حيلعب كيف؟ ده المفروض يرتاح شهري. لا شهر فعلا، لانه التغذيه مشكله، لانه الظرف النفسي مشكله. يعني احنا اللاعب اساسا اللاعب ما نشأة سليمه، دي كلها لو كانت الحاجات دي كلها موجوده عايش شهرين. نعم. سالم نحن هناخذ فاصل ونرجع نتواصل. شهد العزاء فاصل قصير ثم نعود لنتواصل، ولكن سنتحدث عن ما يحدث في العالم.